هو احنا ممكن نقدم كاتشب سادة تمام او مايونيز سادة. طيب حاضر، لحد ما حضرتك تعملي البرجر انا ممكن برضو نقول للسادة المشاهدين الكاتشب هيتعمل معانا ازاي بطريقة سهلة وطريقة بسيطة علشان الوقت معانا. هنقدر نقول مقادير صوص الكاتشب عبارة عن ايه علشان نستفيد مع بعض ونعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هتظهر المقادير قدام حضراتكم على الشاشة، وهنبدأ نعمل الصوص بتاعنا بطريقة بسيطة جدا وهيكون هايل، يعني ست البيت تقدر تعمله في البيت. المقادير عبارة عن نص كيلو طماطم، طبعا كيلو طماطم حضرتك قطعتيه مكعبات وبدأتي تسويه على النار من غير مية، من غير مية، بالمية بتاعته هي بتنزل ميتها وبتسوي نفسها بنفسها. حلو قوي. طيب عندك الخل هتضيفيه دلوقتي؟ ممكن نضيف الخل والملح والفلفل تمام والسكر، بس احنا ممكن ندوب النشا في شوية مية. حلو قوي. يبقى دلوقتي ضيفنا للكاتشب بتاعنا اللي هو الطماطم. انا عايزة اقول بس تكة بسيطة. اتفضلي. الطماطم المسلوقة دي المضروبة بعد ما تصفيها هي دي الصلصة الجاهزة اللي بتشتريها من بره. جميل قوي. ممكن تتقلها اكتر من كده بانها تغليها على النار وتسبكها وتشيلها في برطمانات في الفريزر او في التلاجة، هي دي الصلصة، ما تشتريش صلصة برطمانات، يعني دي بتبقى جميلة جدا. حلو قوي. وكمان الخل يا شيف انجي هيبدأ يعني يكون مادة حافظة معانا في الكاتشب بتاعنا، وبياخد وقت، بياخد وقت طويل في البيت، بيستحمل. ممكن نحطه كمان نستخدمه في يعني في اي وصفة بعد كده. تمام. يعني ممكن ندخل بصل، الكاتشب يدخل في وصفات اللحمة والفراخ زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين المقادير على الشاشة، 1 كيلو طماطم، 2 معلقة نشا، نص كوب خل، وكمان معلقة سكر ومعلقة ملح وفلفل اصفر وخيار مخلل مع كاتشب مع مايونيز. ده صوص البرجر اللي هيكون معانا دلوقتي. طيب بعد الفرم يا شيف انجي بيخش على النار تاني؟ طيب على نار هادية لحد ما بيتقل. حلو قوي. يتقل وكمان الطماطم تستوي والطعم لا احنا مبدئيا الطماطم مستوية تمام زي الفل، هي بس بيتقل بياخد طعم الكاتشب. تمام. دلوقتي لسه بس النشا ولسه الخل، انا بس حابب اعمله مع حضرتك عشان ما نضيعش وقت. تمام. هننزل الكاتشب بتاعنا. انا عايزه اقول ان الكاتشب ده وشه حلو عليا في كل حاجه بصراحه. في ايه بقى؟ قولي لنا كده، احكي لنا. اول ما بدات ناس تاخد وصفات ليا او تعملها كان هو الكاتشب. تمام. ناس كتير خدت مني الكاتشب وعملته، وفي واحده بعد ما قلت لها المقادير ديت حطت معلقه خل تفاح في الاخر. تمام. وقالت لي كان طعمه روعه وجميل جدا. يعني اختلف في الطعم؟ هي بتقول لي بقى طعمه لاذع اكتر. تمام. وكمان هو الخل كويس قوي، يعني مفيد، مش بس هو خل التفاح بتبقى معلقه واحده بس على كيلو الطماطم زي الفل. طيب دلوقتي عندنا النشا. النشا ده بقى ايه لازمه النشا في الوصفه بتاعتنا عشان النهارده؟ عشان تتقل لنا الصوص، القوام يدينا قوام كاتشب، ما يبقاش صلصه، وعشان الاطفال يقتنعوا بيه كمان يعني. جميل قوي. يبقى دلوقتي هندوب النشا بتاعنا في شويه ميه صغيرين. تمام يا شيف انجي؟ تمام يا شيف. والخلطه بتاعتنا اللي احنا فرمناها موجوده دلوقتي على النار. تمام. هنبدا ان هي تستوي، وبعد كده نضيف لها النشا اللي معانا والخل. طبعا اديناها ملح وفلفل عشان يعمل لها تيست وطعم كويس زي ما احنا عايزين. هي ممكن تحط فلفل ابيض، بس انا شخصيا بحب الفلفل الاسود، بحب طعم، حسب الرغبه برده، ممكن فلفل ابيض زي الفل، يعني حسب رغبه كل حد حابب ياكل الوصفه ازاي. تمام. ويقدمها ازاي؟ وبعدين الكاتشب ده بيتي ممكن تزود له اي طعم هي تحبه، ممكن تحط بصل اخضر بيدي طعم حلو، ممكن تحط توم. تمام. بصل وتوم بودره، حسب كل واحده وذوقها وذوق اولادها.